حسن لا فول الجو طايف كيف؟ والله احلى صيام بالطايف الجو الحلو وال... اصلا قاعدين وصوت النغالي احنا جايين مع صوت الاذان يا سلام حياك العافيه. افطرنا هنا انا والشيخ علي عماشه وحدثنا حديث وهذا كمان لابس لبس المانجا وروق المانجا والسوبيا دوب المروقين اعطيني لاني بسوي حديث معاه وانت تعبت للتصوير تفضل يا خالد تفضل جبت لي العصبي بسم الله الرحمن الرحيم الاخوه الكرام مسكي كذا استاذ علي الميكروفون بسم الله ايش يا كرم بعاد رمضان رمضان دائما نبدا اللقاء ابو حسن انت كيف تعرف اول ضحى واحكي وابغى اوصل لحقه المعزه وخاله حوريه اول انا بالجدور كان جارنا خلاص طيبك طيب تفضل ابو حسن اعطينا فين الله ما شفتوه يلا ابو حسن تفضل فين الله ما هي علاقتك بابو ممدوح كيف تعرفه كيف عرفته اول ما عرفته ابو ممدوح اولا جارنا ببيت جد حسين في الشرقيه فين الشرقيه كان بيت جد لا بيت جد حسين في الشرقيه هم كانوا جنبنا عم محمد ابو ابويا حسين عماشه اي لا ما لحقت جدي بس لحقت البيت جدي حسين ابو ابويا حسن وكان جنبنا عم محمد بن هزاع الشريف وجنبنا عم حسن الجودي وهم ساكنين جنبنا ابو ممدوح ساكنين جنبنا واحنا كنا اطفال لسه صغار طيب وكان عندنا في البيت احنا ببيت جدي مربين 37 راس معزه والفجر ندخلها يعني ولا لا برا عندنا صندقه في الشارع هي. كل الحاره كلها صناديق برا وعاد يدخلوها في الفجر احلب هادي سودي ودي حليب لبيت فلان جيب حليب لبن من بيت فلان هو جنبكم ايه جنبنا عندهم معزة وبيت عيفان كان عندهم عم كليب كان عنده بقر أول من جابوا البقر الفريزيان عم عبد الحفيظ المغربي راحوا عم كليب هولندا وجابوها وعم كليب جاب بقرتين الله يكرمكم وثور حطها عنده حوش وكان السور كان لبن وإحنا نخرج من المدرسة في الابتدائي أولى مخرمين أخرام في السور عشان نقعد نتفرج عليها البقر. ما قد شفنا بقر بالكبر هذا ونقعد نتخاصم لا دوري لا دورك بعدين ننزل على تحت بعد بيت عيفان وهذا جات بيت أحمد سليم عم سليم قريدي وأحمد ولده وكان في عم خضر يبيع البرسيم هناك عنده محل يبيع البرسيم هذا عاد للحارة كلها وبعدين بيت بالربيع وعيال بن صقور والنفعة كل هذا وبيت بارفعة في الناحية الثانية وعم عايض الحارتي والله يرحمه أبو عم حسن بارفعة كان إذا ندر عم حسن بارفعة إذا ندر يبي يأذن للفجر في الصبح عم محمد يدق على البيبان حقة الحارة يصحيهم لصلاة الفجر هذا يمكن أبوهم عم محمد أبو عم محمد بارفعة أبو عم حسن ما أعرف اسمه الله يرحمه كلام قبل الشرقية لما نقل الشرقية قدوا أبوه متوفى هو كان يمر يدقدق على البيبان يصحيهم لصلاة الفجر وكانت الحارة والله جميلة جيراننا بيت عم كليب وبيت بارفعة وبيت عم عايض الحارس يعني انت في هذا في الشرقية لا انا انولدت في سوق الليل في البيت حقنا اللي في سوق الليل حلو طيب ايه. ومن نجينا استقر ابويا وعماني انا لسه ما دخلت المدرسة يعني كنت اولى ابتدائي في المدرسة استوب خليك طيب لا
انا انولدت في سوق الليل طيب، وبعدين استقر ابويا وعماني في الطائف. اهلا وسهلا يا ابو عصام، الله يحييكم، شرفتونا في الديوانيه وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. طبعا حاره الشرقيه والذكريات الجميله زي ما تطرق لها الاخ علي كانت من 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 اجمل الذكريات. كان رمضان بسيط وكان التواصل فيه من اهل الحي شيء جميل، وكانوا المصيفين يجون من مكه ومن جده ومن الرياض ويجون في الحي هذا اللي اسمه حي الشرقيه. فكان الطائف يعني يزخر ببساتينه بالعنب بالرمان بالمشمش بالتين، فكان يعني في الجو من احسن ما يمكن، المزارع ومنتجات بني سعد بالحارث ضواحي الطائف القيم المثنى كانت هذه كلها جنه. هذا الشباب ابو ممدوح ارجع لي على خاله حوريه. شوف خاله حوريه يعني احنا نكرر على حتى لو نزلت بال الله يرحمها، هذه خاله حوريه كانت زي ما قال الاخ علي امهاتنا الله يجزاهم بالخير، فكانوا يحبون ابوك اكبر منه؟ لا اصغر. ايوه كانوا يحبون الخير وكانوا يجون من مكه. الناس عندهم ست زينب عند المعزه. ايوه ايوه كانوا يحبوا الخير ويجمعوا شباب الحاره، واللي يبغى حاجه واللي يبغى حليب اللي يبغى شيء، اللي يعني كان في تآلف كان في محبه وما زالت ان شاء الله موجوده بين الناس وبين الجيران، وهذا واجب المسلم على المسلم انه يكون يقدر جاره ويحترم جاره. وحنا الحمد لله على ذكريات المعزه، وهذا ذكرياتها جميله، ذكريات الحي. انا كامل اتكلم لك عن الحي. المعزه كانت في كل بيت تلقى عنده صندقه، كل بيت كل بيت فيها المعزه. انت ولا اخوانك؟ لا طبعا كانت خاله حوريه تطلع هي تحلب وهذا، والناس الثانيه تطلع والثانيين يطلعون. طب انتوا غنمكم مين مسؤول عنها؟ كان حنا مسؤولين عنها، كان خالي الله يرحمه، كان خالي مسؤول عنها، وكان عم خضر يبيع البرسيم في الحي زي ما قال هذا. مين اللي ورمها؟ احنا مسؤوليتنا، احنا مسؤوليتنا، وجارنا زينا والثاني زينا كلهم نفس الديدن اللي في الحي كله. اذا ما في ظرمه تطلب من حق صندقتهم؟ لا لا ما لا بس دف الغنم عليهم. لا ما عليه هي تروح. اي والله والله ايام كانت جميله جدا، ايام كانت جميله جدا. كان اللي يبيع اللبن اللي يبيع لقيتهم عندهم كذا حلو طيب كذا واحد يصلح صلاته والله نستلف مقالب زي كذا نستلف ونرجع ونرجع له بعدين. لا لا كانت كان يصير مقالب بشكه مثلا ويجيبوا الطلي ويذبحوه ويقولوا الله يحييك وماخذينه منه. تعال شوف ذكريات العيد، ايام تجي العيد وايام المراجيح وايام جمعتهم وايام جمعة شبابهم وفرحه العيد ايامها كانت يعني جميله جدا. يعني كان في تواصل يعني بين الجيران عجيب، كنا نخدم حنا صغار ذيك الايام نخدم اهل البيوت، اي طلب يطلبونه منا نجيب لهم. يعني كانت الحياه جميله جدا ايام الله يرحمهم. بس الاجمل كان في السوق، منطقه السوق هي المنطقه المركزيه. اي المنطقه المركزيه اللي كلنا نتواصل معها، كل اهل الطائف نعم، اذا طلباتهم في العيد اشياءهم الحاجات كل شيء متوفر في المنطقه المركزيه، وكانوا ضواحي الطائف وهذا يجلبون على طول يودون المنطقه المركزيه، سواء في الهجله سواء في اهل العسل اهل السمن الحبوب كل شيء، يعني الخضره الحنطه كل حاجه. فكان هذه الخضره وكل حاجه كانت تنجلب من هذا وتجي في وسط السوق، والناس يجون يشترون من المنطقه المركزيه، ومنطقه جميله وتاريخيه، والان اشوفها ما شاء الله تبارك الله يعني اصبحت تحفه في الطائف، ترتبت وتصلحت احسن من اول. الوقت احنا صغار ترى ما كنا يعني نروح الشرقيه كثير، لانه يعني هم امكانوا هناك ما نروح الشرقيه، لانه احنا ما نقدر نتحرك، ضيوف علينا من كل مكان. اي صحيح ما نقدر، من الحواري كلها ومن برا ما نقدر. صحيح يعني ورانا التزامات. صحيح استقبال وفود واستقبال احنا السنتر. اكيد 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 شفنا كانت سبحان الله في الشرقيه، لكن كل العمل وهذا في البلد. في البلد ايوه، البلد المنطقه المركزيه هي اللي فيها كل مكونات الحياه طلبات الحياه كلها موجوده هناك. يعني لو ايامها في سيلفي وكذا يجوا من هناك ياخذوا معنا سيلفي، لانه احنا السنتر. مين انتم؟ والله ايام جميله يا ابو والاخ، شرفتونا الليله والله يحييكم. انا امزح مع ابو حسن ايوه، اقول له بعد هذا قلت خلاص الحين انت زي امزح معه، قلت ما في الا صوره ب 100 ريال. ايوه ايوه انت 100 والله تستاهلون. كلنا كل اهل البلد هذول مترابطين، بينهم الحب بينهم الموده بينهم الاخوه،
بينهم أمور كثيرة تجمعنا في الطائف وفي بلدنا الكريم هذا. الحمد لله إحنا عايشين في خير وفي أمن وفي أمان. بس خارج منافسة الطائف 40 دقيقة وانت بمكة. الطائف جميل 40 دقيقة. إحنا الحين الآن الآن وانت الحرق ده مطرنا عيننا خير وتقوينا. الآن نحرق أنا وانت نصلي العشاء كل حق العشاء الطائف الحمد لله منطقة مميزة وأقرب لكل مكان. إن بغيت جدا بغيت مكة بغيت الجنوب إن بغيت أي مكان الحمد لله يعني على الطائف. طول أيوة يعني. على طول كل المناطق الحمد لله قريبة من الطائف وجو ممتاز أي أيوة والله كل شيء يعني تجربة سوية ما في حر قاعدين جوا جو ما مكيفان قاعدين يا ناس والله قاعدين الحمد لله والله يا ربي لك الحمد هذا جو طيب وإن شاء الله إنه مقبل على خير ومقبل على مشاريع ومقبل على تنمية السبتية اللي بجدة أقول شوف كيف الجو لا حيجونا إن شاء الله الله يحييهم يعني والطائف يعني مصيف من أول والآن وكل وقت جو عندكم في المزرعة حقة العنب حقة بني سعد إيه جو طبعا كيف طبعا كيف لو يجون الشيف يجون بمدور أيام مطر يوم مطر كان مرينا على بني مالك وجينا عندكم في بني سعد شيء أي ما شاء الله سيوء ما شاء الله والله شوف أنا عاشرت كثير يعني من الناس ومن القبائل وهذا يعني مو عشان إننا قاعدين في محلة كبر ممدوح ولا هذا يعني من أطيب الناس ومن يعني أرق الناس أفئدة اللي عاشرتهم التبتر الله يبارك فيك هذا من طيبك يا أبو الله يحفظك يعني لي أصحاب كثير وبيننا وبينهم مودة ومحبة شيء مو قليل سبحان الله الحمد لله ويكفيكم انه انتم خوال الرسول هذه يكفينا فخر كلنا مو انتم بس يكفينا يكفي الامه كلها فخر ان شاء الله تزورونا انتم في بني سعد ان شاء الله تشرفونا ان شاء الله الله يحفظك ويعمر دارك واطرح لك البركه بصحتك وعافيتك وباولادك ان شاء الله الله يجزاك بالخير شرفتونا ذكريات الشرقية الليلة ذكريات الشرقية ذكريات تكريم الشيخ علي عماشة وعبد العزيز بن سعد الشيخ عبد العزيز بن سعد اي كان قبل كم يوم اي قلت لي بمكة كنت اي كنت انا كنت في مكة والله يستاهلون التكريم والله نعم والله يستاهلون كل خير اخونا علي وبن حريب ومجموعة السوق وناس خدموا الله يبارك فيك ويعافيك وان شاء الله ربي يجمعنا دائم وابدا على الخير وعلى المحبة إن شاء الله. تعرف أبو ممدوح بني اللقاء تعرف الجسور اللي أتمنى أشوفها والله أدفع فيها يعني أتمنى صورة طبعا نشوف أحلى لحظات السنة رمضان نعم وأحلى لحظات رمضان يوم يعلنوا وأحلى لحظات الفطور والمدفع والشغلات وأحلى اللحظات كمان يوم أحلى اللحظات يوم أحلى اللحظات يوم يقولوا جابوا العيد ونصفر والله وأحلى اللحظات يوم تلبس لكن يوم تلبس خلاص تجهز وأذن الصبح لكن تظل أحلى لحظة مشهد أجمل مشهد اللي هو حينما من جميع الحواري من جميع ضواحي الطائف يتجهوا مشهد مصلى العيد ولابسين وكلهم متلبسين واللي ناسي حاطة العقال هذيك نسيها النمرة يعني والعالم زحمة ايوه وكلهم من داخل السوق البلد ومن الخارج من عشية من الشرقية من قروة من شارع حسان من الشهداء كلهم جايين على المشهد هذا اللي هو الآن الجامع الكبير كيف لو في صورة لهذا الجمال والملك فيصل والدول الملك خالد والمجو يعني شيء جمال جمال روعة لا تنتهي هذاك أحلى مشهد أقول له في صورة للمشهد ذاك يمثل اجمل اللحظات باذن الله ان شاء الله لو اللي عنده صوره واللي عنده نعم. من الارشيف من المكتبات نلقى صوره المشهد هذاك كذا والناس فيه بس باذن الله صوره جميله واجتماع طيب ويوم مبارك أيوة. الله يعطيك العافيه ويبارك فيك ان شاء الله احنا نكمل مع حلقتنا مع الاستاذ علي عماشه من يخص التكريم والتاريخ العماشه في الذهب في الصاغه في الطائف موجوده في الطائف ربنا يكرمك ان شاء الله استني 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 ما غلقنا لا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هتشوف هذه قنوات فضائيه ما تقصد بها والله قنوات فضائيه ما تسويها